من البريم سينياتور ديال العام مع السالير يجمعوهم ويحيدوا واحد النسبة مئوية وداك الشيء. عبدو ربيه اللي كيمثل هاد اللعابة وهداك الشيء واللعابة اللي تيقين فينا وداك الشيء، وهذاك الأخ ولا دوك الإخوان اللي قالوا داك الشيء وما كرهتهمش يجيو عندنا المكتب ويشوف داك الشيء ونشرحوا لهم. صافا نو زارونجي كنا مزيانين بزاف باش يعرفوا شنو العمل اللي تنقوموا. شنو البورسونتاج لان بهذا العام باقي ما عرفتش ما كاينش اجراء رسمي، شنو البورسونتاج اللي تنقص على الجامعه؟ باش تكمل لك دابا ملي دار داك الشيء الاجتماع حنايا قلنا لهم يتحيد لهم من الصالير ديالو، من الصالير الشهري من 20 حتى 50% ابارتير ديال 5000 درهم من الفوق، اللي تياخذ 5000 اللي تيربح 5000 تحيد لي 20% من ديك 5000 درهم. وغادي داك الشيء كما 20 30 40 هذه ما كاينش فيها لا ترونش بريم سيناتور لا ترونش الاولى لا الثانيه لا حتى شي حاجه من الراتب الشهري ديالو، يعني من ما بين 20 و 50% في الراتب الشهري فقط اذا كان كيتقاضى اكثر من 5000 درهم. واو 20 30 هذا الخزان. لا بالنسبه لنا احنا اللعابه هذا الشيء، هذا الشيء اللي هذا هو اللي ختمنا به. واو ختمنا به. هنا المدربين تا هو نفس الشيء، كان بن هاشم اللي دخل بهذاك الشيء تا هما 20 30 هذه كاين المدربين تا هما اللي عندهم اشكال ولا هذا كل واحد كيفاش لقى لقى الشيء اللي باغي اللي وصل ليه. بالنسبه لنا حنا تنتظروا القرار ديال الجامعه ملي غتقول لك اوكي راه هو هذاك عاد حنا غنقدموا اللاعبين بينا ولا رسمي من الجامعه ماشي رسمي، بان بزز منهم غادي يتهزوا لهم الفلوس لا غادي يراسلونا حنايا باش نقول لهم اوكي دراري راه بوانا هذا الشيء اللي دافعنا عليكم حنايا، راه قلنا لهم ما يهزوش من سميتو ويهزوا من الصالير وفي ثلاث شهور هاد لي تروا موا باش ما يبقاش المشكل هو ملي دار الجامعه وقررت هذه راه لعابه. الا جا قالوا لي راه الجامعه سير انت يقول يقدر يقول لا انا ما تهزش لي الصالير ما قابلش. هذا الشيء اللي خرج والناس خاصها تفهم الاتحاد الدولي لكرة القدم كيفاش دابا هذا المشكل كيفاش دابا جا باش رجعتيني تشرح لك مزيان لا بعجاله كيفاش جا هذا المشكل ديال هذه الرساله جا تعرف مين فرق في اوروبا بداو تيهزوا من الصالير هاد اللعابه بلا ما هضروا مع لعاب ما دار والو. الاتحاد الدولي لاعبين المحترفين اللي حنا تابعين ليه اللي هو في برو اتصل بلا فيفا اجتماع طارئ بركو جبدوا هذه ما خصهمش يهزوا اللعابه الفلوس ديالهم ما عندهمش الحق ايزون فالو دو هادي. خرج هذا القرار اول مره لا فيفا مع فيفا برو تيصيفطوا رساله فيها بجوجهم جات الجامعه جات الاتحادات بحالي بحالنا حنا اللي تيمثلوا اللعاب في العالم كله باش يديروا تقرير ويديروا هذه وتاكشي تيبقى اختياري للاعبين